بدايه كنبغي نشكر اسم الاطر التربويه وايضا التلميذات والتلاميذ. بغيت نشكر الجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه، مديريه الارتقاء بالرياضه المدرسيه على هذا الاستقبال الجميل، واننا كنتواجدوا في جامعه الاخوين اللي هي غتكون اول محفز لهاد الوليدات انهم يقراوا مزيان. ايضا ظروف الاستقبال في واحد المستوى عالي عالي جدا، ما تصوروش الفرحه ديال الوليدات وهما كيمشيو للمطعم وداك الطقوس كامله ناشطين وكيصوروا وكيصيفطوا لعائلتهم. هذا من جهه. من جهه ثانيه على مستوى المركز المدرسي الرياضي المدرسي الامام مالك بمدينه وزان، هو مركز كما قال السيد المفتش كيشتغل بجديه، وعبدو ربيه غير واحد الحلقه صغيره بكل تواضع من واحد الفريق اللي كيؤدي النجاح. النجاح ما عمره كيكون فردي. كنبغي نشكر الاباء امهات اولياء التلميذات والتلاميذ اللي كيثقوا فينا وكيصيفطوا لنا وليداتهم في جميع الظروف. نبغي نشكر التلميذات اللي حتى هما تابروا وكيشتغلوا وكيدربوا بواحد الطريقه جد منتظمه. شكر جزيل للسيده المديره الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه بوزان، شكر جزيل للفرع الاقليمي للجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه بوزان اللي كيدعمنا بواحد الدعم لا منتهي، الاساتذه اللي معانا في الامام مالك، الاساتذه اللي معانا في وزان، الاستاذ مرزوق ما نقدرش نسيتي بالمنيتات شفناهم ونقدروا نقولوا بانوا كيلعبوا على الطريقه الامريكيه يعني البدله لا والله العظيم الطريقه والتكتيك اللي كنلعبوه هو اجتهاد شخصي. كنحاولوا نجتهدوا، كنحاولوا نطوروا الاداء ديالنا ونجودوا العمل ديالنا، وكنتمنوا دائما ان نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع. شكرا جزيلا لكل المنابر الاعلاميه، المصورين، ايضا الصحافه الالكترونيه والمكتوبه، شكرا لكم انتم اللي كتوصلونا للعالميه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.